مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تعمدت الحقيقة أنه أناقش هذا الموضوع في هذا التاريخ تحديدا. غراس، مؤتمر غراس الثاني في جدة الذي انتهى أخيرا بعد أن شهد حضور كثيف تجاوز 1000 مشارك ومشاركة للاستماع إلى هموم ومخاوف أطفال الجيل الحالي. كان الحديث بمسائل اقتصادية واجتماعية ودينية وإعلامية من فتيات صغار وأيضا شباب صغار. ليش تعمدت أن أرخ لهذا الموضوع حتى يكون 1/1/2012 هو تاريخ مهم جدا نتذكر فيه غراس ونتذكر فيه كل الأطفال الموجودين اللي هم الحقيقة يفكرون أفضل بكثير من اللي أكبر منهم واللي ممكن في مناصب متعددة. عندي أمل فيهم أكثر، وعندنا إحنا أمل فيهم في أهلها أكثر. عندي أمل فيهم أكثر من وزراء حاليين وأكثر من مسؤولين حاليين في درجات مختلفة. عندي أمل في تفاؤلهم وفي فكرهم وفي تطلعهم وفي الطموح وفي التحدي الحقيقة اللي بدأ في المؤتمر الأول ولاقى نجاح، والمؤتمر الثاني أيضا لاقى نجاح أكبر. وأنا الحقيقة كنت وعدت المنظمين أو المنظمات هناك أنه يكون في حلقة نحاور هؤلاء الرائعين الصغار. اليوم راح نتكلم مع من أسس وأيضا الصغار، ولكن قبل التقرير راح أشكر قبل التقرير غراس على الفكرة اللي مقدمينها، وأشكرهم الحقيقة على تكريمهم الشخصي لي، والحقيقة أعطوني أكثر مما أستحق، فكل الشكر والتقدير لهم. وأنا راح أقولهم فردا فردا بس بعد ما نشوف هذا التقرير لصبري باجسي. نشوفهم في غراس حافز أمل ومستقبل، إبداع ما بعده إبداع. يبدو الأمر وكأن انعكاسات الإعلام الجديد وانتشار التقنية المعلوماتية قد أخرجت لنا جيلا يتوجب علينا أن نفكر مرتين قبل أن نصنفه بين أقواس الطفولة ونتجاهل ثقافته العالية وإحساسه بالمسؤولية من وحي مشاركته لخضايا وطنه. أكثر شيء حمسني أنه الطفل له دور أنه يوصل صوته، عشان كده أنه أنا أول ما سمعت أنه في مؤتمر للطفل عطول قلت لأهلي أنه بشارك عشان بوصل صوتي. والله أنا ما أذكر أشياء مكويسة بس ولا نقارن، بس عندي أشياء مفروض تكون أحسن. يعني إحنا الحمد لله كويسين ونقدر نطور ونكون أحسن من كثير من البلدان، لأن أشوف إن يعني قدراتنا أكثر منها بس هم بيسبقونا بحاجات بسيطة. لازم نساعد الناس الفقراء، إنهم لازم يكونوا تعليمهم كويس، إنه نحن بنتعلم صح كويس بس لكن بفلوس كثير، مبلغ هائل. المتأمل لحجم الحضور وتفاوت شرائحه بين مثقفين ومحامين وإعلاميين وكتاب ومهتمين يدرك على الفور بأن صوت هؤلاء الأطفال سيصل بعد أن تبادلوا الأدوار مع الكبار وناقشوا وحللوا وقدموا بحوثا تلتقي كلها في فلك المواطنة. أبى أقول لكل الناس إنه أهم شيء يفكروا في نفسهم، إنه أهم شيء إنه يتعلم يفكر يتعمقوا في إيش هو الوطن، إيش هي المواطنة، إيش هي الوطنية، كيف لازم يهتموا بوطنهم ما يتركوه.
وطن المملكة العربية السعودية. يعني أبغاكم، بقول اللي في قلبي، أبغاكم إنكم تخفضوا المبلغ ويصير تعليم كويس، حتى لو كان المبلغ يعني مرة، يعني مرة قليل، أبغاكم تكون التعليم مرة كويس. ومشكلة غلاء السكن يعني ما هي رفاهية، يعني ما هي مشكلة عادية، ما هي موجودة هنا. ومشكلة غلاء السكن بتأثر على غالبية الأسر في السعودية، يعني أكثر الأسر بيعانوا من دي المشكلة. حتى في شباب ما بيقدروا يتزوجوا بسبب إنه ما يمتلكوا بيت. إحنا إذا الجمهور يعني آمنوا بينا حيقدروا يؤمنوا بكل المؤتمر. إحنا حنكون شيء رئيسي في المؤتمر، في المؤتمر وفي المحاور. تسيد هؤلاء الأطفال على صهوة المسؤولية جعلهم يدركون أهمية الشركاء في ذات الهدف، فكرموا شخصيات عديدة تحمل من أجلهم نفس قضايا وهموم المجتمع. كان من بينهم دكتور سلمان العودة والدكتور أحمد العمري، بالإضافة إلى الكاتب محمد الرطيان والإعلام القدير علي العلياني. إن شاء الله يفيد، إذا الناس من جد اهتموا بده الشيء مو بس يوقفوا بعد ما أنا غلقت، لا يكملوا ويبحثوا. لدي مشكلة مو زي باقي المشاكل، إنها يعني مشكلة مستقبل. يعني إذا واحد كان يتمنى يتوظف بعدين ما حيتوظف، وبالتالي إذا كل واحد صار له زي كده حتصير كارثة وظيفية في البلد. كل ما بنسمع قضية بتناولها طفل ما بين 12-14 سنة بهذا التفصيل، بهذا البحث، بهذا التحليل، أصبنا بالدهشة. يعني كنا جالسين بندمع وجسمنا بيقشعر من المعلومات اللي احنا بنسمعها منهم. 6 ساعات لم يشعر احد من الحاضرين بالملل، بعد ان احسن الاطفال استغلال الوقت والترتيب والتنظيم قبل ان يطرحوا الحلول في التوصيات الاخيرة لاكثر قضايا المجتمع اهمية ومصير. يعني اتلافينا كثير من الاخطاء اللي كانت صارت في السنه اللي فاتت، هذه السنه مره كان بجوده احسن الحمد لله بفضل الله. الموضوع كان برضو يعني يناقش قضيه مطروحه على الساحه اللي هي المواطنه بشكل عام. انتهى قبل لحظات مؤتمر غراس الثاني، ولكنه اثبت بان غرس التغيير قادم لا محاله. لبرنامج ياهلا، صبري بايشتر، جده.